السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب والعدوان الصهيوني على قطاع غزة. نناقش في هذا اليوم تجدد الاتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب عبر سياسة التجويع، فضلا عن أنباء بوجود صفقة لتبادل الأسرى وتطورات أخرى بالتزامن مع وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد، نحن بانتظار أن ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمية وعضوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتورة سائدة أبو البهاء. دكتورة سائدة، حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. وعبر الهاتف ننتظر من جنين الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. مشاهدينا الكرام، ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية والتي نتوقف عندها عند آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أبدأ معكم دكتورة سائدة، يعني أكثر من 95 شهيد نتيجة قصف الاحتلال على المدنيين خلال الساعات 24 الماضية، يعني لماذا يتم استهداف المدنيين رغم عمليات التوغل البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني؟ حقيقة استهداف المدنيين والإيغال في قتل المدنيين هو علامة عجز وتخبط في السياسة الإسرائيلية الواضحة والتي تثبت يوما بعد يوم أنهم غير قادرين على تحقيق الأهداف التي أعلنوا عنها وهي عالية جدا وغير أصلا غير قابلة للتحقق. استحالة تحقيق هذه الأهداف تجعلهم ينتقلون إلى المربع الذي يبرعون فيه، يعني حقيقة قتل المدنيين هذه يمارسون هو ليس قتلا، هو تجاوز القتل بمراحل، هذا تقتيل وتقتيل متعمد. هم يحاولون الضغط على الخاصرة الضعيفة للمقاومة، لكن هذه الحاضنة الشعبية تثبت يوما بعد يوم أنها أقوى بكثير من كل استهداف، وأن هذا الرباط الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة وهذا يعني وهذا الصمود تجاوز كل صمود ممكن أن يتخيله الإنسان. يعني حقيقة ما يفعله الاحتلال حقيقة هو دلالة على أولا على عجزه في تحقيق أهدافه الكبيرة التي وضعها، ثانيا وهذه النقطة الأهم أعتقد أنه لم يجد حقيقة من يردعه، من يمنعه عن فعل هذا القتل. فهو باختصار سياسة المستعمر الصهيوني الغربية أساسا، وهي امتداد للحضارة التي المدعاة الصهيونية الغربية أساسا، الإيغال في القتل وتجسيد سياسة الرعب على المنطقة. هم لا يريدون لأي قوة في المنطقة، ليس فقط الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية والإسلامية يريدون باختصار تثبيت الوهم الذي عاشوا عليه، وهو باختصار أن تكون إسرائيل هي القوى العظمى في المنطقة، أن لا يجرؤ أحد على المس بها، وأن مجرد المس بها سيكون الثمن باهظ وكبير جدا، ولن يعني سينال الشجر والحجر والبشر وكل ما هو حي. يعني هذا التقتيل المتعمد هم لا يستهدفون فقط المقاومة، وطبعا أصلا استهدافهم للمقاومة ثبت أنه يعني بالمقارنة مع هذه القوة الهائلة التي يملكونها وهذه التكنولوجيا وهذا الحلف الذي في ظهر إسرائيل، يعني ليس فقط أمريكا وإنما معها حلف الإبادة بشكل كبير، بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، كل هؤلاء هم باختصار يواجهون كتلة صلبة متمثلة في المقاومة الفلسطينية وشعبها. فهم أولا عجزوا عن تحقيق الأهداف التي أعلنوا عنها فلجؤوا إلى التقتيل، وهم يعني باختصار يحاولون تنفيذ أهدافهم من خلال قتل الناس باختصار لفض الحاضنة الشعبية
عملية عن المقاومة لجعل الناس تنتفض على هذه المقاومة، لكنهم فشلوا في ذلك. وكل يوم يخرج الناس من بين الأنقاض لا يرددون إلا كلمة واحدة إعلاء لكلمة الله، لا يقولون إلا حسبنا الله ونعم الوكيل والنصر إن شاء الله للمقاومة. فحتى في هذا الهدف الذي وهو الخاصرة الأضعف التي تكون عادة بالحروب، هم حتى عن هذه عجزوا. لكن هذا باختصار يعيدنا إلى المربع الأساس الذي باختصار يجب أن نضع أنفسنا، أي مسؤول يجب أن نضع مسؤولية أمام عينه، وهو كيف يمكن رفض هذا الصمود، كيف يمكن تدعيم هذا الصمود، كيف يمكن للفلسطينيين في غزة، لهذا الشعب العظيم، أن يثبت أمام هذه العنجهية، أمام هذه الآلة المستمرة في القتل والتقتيل. يعني استهداف المستشفيات، استهداف المخابز، استهداف كل ما هو حي باختصار في غزة، هو باختصار استهداف للحاضنة التي فيها هذه المقاومة، من باب أن ينتفضوا على المقاومة. لكنهم الرأي العام ضد المقاومة دكتورة، هل هذا ما قصدتي؟ تأليب الرأي العام؟ تأليب باختصار، ما يحدث الآن هو محاولة صهيونية لتأليب الفلسطينيين على المقاومة، لكن هذا لا يمكن له أن يحدث. وبالدليل أن اليوم، يعني أنت تتكلم عن أكثر من 75 يوم، والمقاومة ليست فقط المقاومة، الأهم من المقاومة، المقاومة تستطيع أن تصمد أكثر من أشهر وربما لسنوات. وهذا أصلا هذا العمل الذي عملوا عليه، حتى لو كانوا تحت الحصار والمقدرات التي يحصلون عليها هي يعني متواضعة، لكن إنهم قادرون على الثبات أكثر. لكن المحتل الصهيوني يحاول قدر الإمكان أن يضعف الحاضنة الاجتماعية للمقاومة من خلال الاستهداف المركز للمدنيين. هذا ما يريده، يريده أن ينتفض الناس على المقاومة، ولكن يعني فشلوا ولن يستطيعوا بذلك. لأن باختصار الشعب الفلسطيني ليس فقط مدعم وطنيا، هو مدعم إيمانيا. العقيدة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في حبه لفلسطين ليست كأي وطن، ليست كأي يعني الثبات، وهذه القدرة العالية على استيعاب هذا الكم الكبير من الشهداء، هذا الكم الكبير من القتل. لا يمكن حتى يعني لو بدك تنظر للشعوب التي خاضت يعني مخاضات من هذا النوع، لم تتحمل ما تحمله الشعب الفلسطيني. طيب دكتورة سائدة، حقيقة بعد العملية النوعية، دكتورة سائدة آسف للمقاطعة، بعد العملية النوعية التي قام بها أبناء المقاومة والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، جاء العدوان الصهيوني يفتك بقطاع غزة. قالوا بالبداية هم يريدون القضاء على حماس، ولكن تبين أنهم يريدون القضاء على سكان قطاع غزة. هل بالإمكان القضاء على سكان غزة؟ غزة باقية بشعبها بسكانها، هل يريدون القضاء على 2 مليون نسمة دكتورة سائدة؟ هذا المخطط الذي روجوا له بعد 7 أكتوبر، وجعلوا من 7 أكتوبر كأنها العلاقة التي سيعلقون عليها مخططات التهجير، هذه كل هذه المخططات هي موجودة على الطاولة الصهيونية قبل 7 أكتوبر. ما يتعرض له الفلسطينيون منذ 75 عاما ويزيد هو ذات المخطط. يعني قبل 7 أكتوبر هناك الضفة كانت شعلة، كان الاستيطان التهم كل عمليا أراضي الضفة، الشهداء كانوا منسيين في الضفة، كل يوم هناك شهداء كانوا في الضفة، كان هناك كل يوم اعتداءات من قبل المستوطنين، القدس وما كان يحدث فيها، هذا كله لم يكن هناك 7 أكتوبر. فإذا لماذا بعد 7 أكتوبر هذه يعني قاموا بهذا الفعل؟ باختصار يريدون أن يجعلوا وكأن 7 أكتوبر هو السبب، وحقيقة هذا الموضوع لا، غير صحيح. يعني 7 أكتوبر لم يكن سببا في هذه الهجمة المستعرة من الصهاينة على الشعب الفلسطيني. هذه الهجمة باختصار هي ممتدة ما قبل 7 أكتوبر بحدود قرن من الزمان. الشعب الفلسطيني يتلقى
يوميا هذا التدنيس في المسجد الأقصى، كل يوم يكون هناك شهداء، كل يوم يكون هناك اعتداءات. فبالتالي مخططات التهجير هي على الطاولة الصهيونية منذ زمن، وهم يحاولون، للعلم ليست غزة الوحيدة هي المستهدفة، بالعكس، يعني قد تكون هي الآن، يعني كونهم صدموا أو يعني الفاجعة الكبرى التي حدثت لهم في 7 أكتوبر والتي لم يستفيقوا منها حتى الآن، وهذا القتل الهستيري الذي يمارسونه دلالة على التخبط الذي لا يزال سيد الموقف عند الإسرائيليين وعند الحكومة الفاشية، هذه حكومة الحرب المتصدرة للمشهد، التي حتى بايدن نفسه أعلن أنه، يعني ما الذي تفعلونه، يعني نحن العلاقة بيننا علاقة عضوية، لكن ما هكذا تورد الإبل باختصار، يعني أنتم أوغلتم بالقتل لدرجة أننا نحن الذين نتبنى هذا المشروع لم نعد نستطيع أن نبرر للعالمين شيئا باختصار. فإذا بايدن قال هذا الكلام فما يعني، فباختصار إسرائيل تجاوزت كل الحدود. هي باختصار إسرائيل الآن تحاول أن تستثمر هذا الالتفاف، دعني أقول العالمي حولها، الرسمي طبعا، لأنه باختصار الشعوب العالم، حتى الشعوب، ليست فقط الشعوب العربية والإسلامية، حتى الشعوب الغربية في واشنطن تحديدا وفي الغرب كله منتفض على ما يحدث، لكن لا زالت المنظومة الدولية مع الأسف هي باختصار عاجزة عن وقف هذا القتل. طيب هذا العنوان. استاذ معين شديد، مرحبا بكم في هذه التغطية. سألنا الدكتورة سائدة عن لماذا يقوم الاحتلال الصهيوني باستهداف المدنيين، ولكن أود سؤالكم، لماذا تستهدف المستشفيات؟ لماذا الحرب على المستشفيات أستاذ معين؟ تحياتي لك ولضيوفك ولكل من يشاهد ويستمع. يعني استهداف المستشفيات ليس بعيدا عن سياسات الاحتلال المتعاقبة لهذه الحكومات، حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي. في بدايات الحرب وما قبل العدوان على غزة، كانت إسرائيل تدعي أن قيادة المقاومة الفلسطينية وتحديدا قيادة حركة حماس موجودة أسفل المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة. تم محاصرة مستشفى الشفاء، تم احتلال مستشفى الشفاء، تم تفتيش مستشفى الشفاء شبرا شبرا، لكن لم تعثر على أنفاق، حتى أن رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق الإسرائيلي صرح بأن ما تم الإعلان عنه من نفق تحت أسفل مستشفى الشفاء، قامت سلطات الاحتلال إبان الحكم العسكري لقطاع غزة بحفره. فبالتالي هذا شكل انتكاسة كبيرة لا تقل عن انتكاسة 7 أكتوبر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. المستشفيات ربما تأخذ أكثر من اتجاه بخصوص يعني قيام الاحتلال باستهدافها. الأول أنه ربما قد تجد مصابين، من بين المصابين إصابات تعود لقادة من المقاومة الفلسطينية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية أيضا تحاول أو ربما قد تصل إلى بعض الأسرى في غزة، ربما قد أصيبوا بجراح خلال المعارك الدائرة في غزة، وتعتقد إسرائيل أنهم ربما نقلوا إلى هذه المستشفيات للعلاج، علما أن المقاومة الفلسطينية كانت أكدت أن المستشفيات لا توجد بها أنفاق وهي مراكز طبية. فالاحتلال يعني من خلال محاصرتها، من خلال إخراج الجثث التي دفنت في ساحاتها، تحاول الوصول إلى هؤلاء الأسرى، أو أي قد يصلهم إلى الأسرى. إضافة إلى ذلك، يعني بالتأكيد هي العقلية الصهيونية القائمة على القتل، ربما تحدث وفيات، وبالتالي يعني يحاول الاحتلال أن يبتعد عن مسؤولية هذه الوفيات، علما أنه لا يرحم أحد الشجر ولا البشر ولا الحجر في غزة، يقصف أحياء مدنية، منازل يقتل بها مدنيون. فبالتالي هي سياسة القتل الاحتلالية، وهذا تأكيد على ذلك من خلال استهداف المستشفيات، إخراج الجرحى. بالأمس استهدف مستشفى الشفاء ومستشفى العودة، المستشفى الأوروبي، مستشفى خان يونس. لم يرحم الاحتلال هذه المستشفيات، لم يحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحمايتها وتوفيرها كمناطق آمنة للمرضى
الذين نزحوا من مناطق أشد. وصل الأمر بالاحتلال الصهيوني أن يمارس سياسة التجويع في قطاع غزة. سنبحث هذا الموضوع معكما دكتورة سائدة والأستاذ معين، ولكن دعوني أستقبل عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. أستاذ أسماء، مرحبا بكم. مرحبا بك بكافة المشاهدين. حياكم الله. اقتحامات في نابلس تعد الأعنف منذ عدة أيام، هل من معلومات لديكم عما خلفه هذا الاقتحام الذي حدث اليوم أستاذة أسماء؟ نعم، يعني نتحدث اليوم عن الاقتحامات المستمرة لمدن الضفة الغربية وحتى قراها ومخيماتها اللي بات اليوم تقريبا معظم المحافظات في الضفة الغربية من الشمال حتى الجنوب تتعرض لاقتحامات موسعة منذ 7 أكتوبر. فيما يتعلق باقتحام مدينة نابلس، كان هذا اقتحام منتفخ الليلة عندما اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، وخلال هذا الاقتحام كان هناك اشتباك مسلح بين المقاومين وقوات الاحتلال، بالإضافة إلى إلقاء الشبان العبوات الناسفة باتجاه جيش الاحتلال. ونتحدث أيضا عن حملة مداهمات للعديد من المنازل وتفتيشها والتنكيل حتى بالمواطنين. البعض كان في سجلت حالات اعتقال من المنازل اللي تم اقتحامها، البعض الاخر يكون هدف الاحتلال فقط التنكيل والتخريب بالمنازل، بالاضافه الى انه نتحدث كان هناك ايضا اقتحام لعدد من المحال التجاريه وتحديدا تم اقتحام مكتبة الاتحاد، هذه مكتبة للكتب بيع الكرتاسية وتقديم بعض الخدمات الطباعة للمواطنين، إلا أنه تم اقتحامها وتفجير أبوابها وتخريب المقتنيات ومصادرة بعض المقتنيات بدعوى أن هذه المكتبة هي تدعم المقاومة أو تقوم بطباعة منشورات أو صور للشهداء. وهذه يعني السياسة بدأت تنتهزها الاحتلال خلال اقتحاماته خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم أيضا اقتحام عدد من المطابع في مدينة رام الله بتوجيه إجراءات التهمة، وحتى يعني تم إصدار تقريبا ما يسمى بقرار لاغلاقها، واليوم الى اقام اصحابها بعد فتره فهم معرضون للاعتقال. بالاضافه الى ذلك يعني نتحدث ايضا اقتحام مدينة نابلس تحديدا وسط اشتباكات مسلحة، نتحدث عن مدينة نابلس اللي هي معقل العمل المقاوم، معقل نشوء عرين السود اللي باتت اليوم هاي يعني فكرة لماذا يتخذ الشاب الفلسطيني، وعودة الاشتباكات المسلحة هي دليل على استمرار المقاومة رغم حملات الاعتقال والتهريب. طيب. حملات الاعتقال والترهيب اللي بيمارسها الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك يعني لابد من الحديث أيضا عن اقتحام مخيم المطار على جنوب مدينة كيزات صباح اليوم بعد اقتحام مدينة نابلس. هذا الاقتحام كان برفقة يعني مجموعة من القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال، برفقة أيضا كانت دائما بات يراقب الاحتلال في اقتحاماته زرافات مزنزرة عسكرية. يعني نفذ عن هذا الاقتحام نتيجه استهداف الاحتلال بشكل مباشر للشبان ارتقاء 4 شهداء. نعم. ومن بينهم شهيدين يعني اخوان. هو اريد التوقف استاذه اسماء، اريد التوقف عند استشهاد 4 شباب في اعتقد مخيم الفارعه، ولكن دعيني انتقل الى الاستاذه سائده، تاخرنا عليها ربما قليلا. دكتوره سائده، يمارس الاحتلال عملية تجويع ضد المدنيين في قطاع غزة، ولكن كيف تقيمين دور الضامنين في الاتفاقيات السابقة من إدخال المساعدات؟ أين هم الضامنين؟ حقيقة هذه السياسة، سياسة التجويع التي يمارسها المحتل الصهيوني منذ أكثر من 17 عاما تجاه غزة تحديدا، حقيقة سياسة يعني متواصلة، وكان الهدف منها أيضا كسر الحاضنة الشعبية والاجتماعية للمقاومة الفلسطينية، حتى نرجع إلى الهدف الأساسي وهي أن ينتفض الناس في وجه المقاومة. لكن الناس في باختصار والشعب الفلسطيني هو أوعى من هذه المخططات، وهو يدرك تماما أن حتى يعني حتى هذه السياسة التي مورست عليه طوال
خلال 17 عاما لا ينجح فيها، لكنه يصر ولا يزال يستخدم هذه السياسة الفجة التي تجاوزت كل الأعراف الدولية، كل القوانين الدولية. وهذا يعني يعيدنا أن المربع الأساسي، يعني كيف يمكن أو كيف يمكن لعقل بشري إنساني في القرن العشرين أن يستوعب أن يمنع عن هذا الشعب في هذه البقعة الصغيرة من العالم الأكل والشراب، وهي الاحتياجات الأساسية الدهونية التي تجعل من التي يعني تحافظ على الإنسان كآدمي باختصار. كيف لهذه الدول التي تدعي باختصار أنها جوار للفلسطينيين، كيف لها أن تقفل البوابات وتمنع عن الفلسطينيين الطعام والشراب؟ كيف يمكن أن نستوعب أن عدم قدرة هذه الكيانات التي تسمي نفسها أنها كيانات كبيرة وإقليمية ووازنة في الإقليم، وهي لا تستطيع إدخال زجاجة ماء إلى الجوعة والعطشة في غزة؟ دكتورة، يعني حقيقة دكتورة، ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعني قال في تصريح له: نحن لم نغلق المعبر رفح. حقيقة هذا يعني كمن يضحك على نفسه، يعني كيف لم يغلق؟ هو ينتظر الإذن من الصهاينة حتى يفتحوا له البوابة. عن أي سيادة يتكلم؟ ما هي السيادة المصرية التي يدعي أنه يحافظ عليها؟ وما هو الأمن القومي المصري الذي يدعي أنه يحافظ عليه؟ إذا لا يستطيع هو وكل من معه في القمة العربية والإسلامية التي شكلت أن يستطيعوا فقط أن يبيضوا وجههم أمام شعوبهم، لا نقول أمام الإنسانية، أمام شعوبهم التي هم جاثمون على رئاستها، على حكمهم، كيف لهم أن يبررون لهم ويكذبون يعني بشكل مباشر وعلى الفضائيات أنهم لا يملكون قرارا بدخول يعني زجاجة ماء إلى غزة؟ عن أي سيادة يتحدثون؟ هذه الفضيحة التي يعني نعيشها في القرن 21 حقيقة هي سقوط حقيقة بكل وضوح، لم يعد هناك شيء الواحد يتوارى خلفه. حقيقة الحرب التي تشن الآن على غزة هي حرب ضد الإنسانية باختصار. ما تبقى من الإنسانية التي يمثلها الفلسطينيون للأسف وقليل من معهم، هي باختصار التي ستحافظ على ما تبقى من قيم إنسانية في هذا العالم. الكل للأسف في العالم أجمع، سواء شرقه وغربه، للأسف لا يملكون وقفا لهذه لآلة التدمير الحاصلة، لهذا القتل، لهذا التجويع، لهذه السياسات الممنهجة التي يمارسها الصهاينة على الشعب الفلسطيني، ليس الآن بل منذ عهود وهم يمارسون ذات السيادة، وكل مرة يتفننون باختصار في أي سياسة ممكن أن يخضعون فيها هذا الشعب الفلسطيني، ويفاجئهم هذا الشعب الفلسطيني بأنه لا يمكن إخضاعه. أستاذ معين، قبل انضمامك إلينا قالت الدكتورة سائدة يعني التخبط ليس في القرارات العسكرية وإنما أيضا في القرارات السياسية يعانيها الاحتلال الصهيوني، سياسة تخبط ولكن هناك دعم أمريكي وغربي. هل التخبط مبرر لسياسة التجويع الذي يمارسه الاحتلال؟ بمعنى آخر، أن الاحتلال ربما يراهن على بناء السمعة بعد سياسة التجويع، أستاذ معين؟ الاحتلال يتخبط ودولة الاحتلال تتخبط بكل شيء، يعني عسكريا، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، على كل النواحي. وعلى أي المثل، نتنياهو كل ما يجي يكحلها بيعميها، فلطمات وراء لطمة يتلقى هذا الشخص. هذا الشخص هدفه الأول والأخير للبقاء في الحكم، يعرف أن نهاية الحرب بأي طريقة ستؤدي به إلى السجن، خاصة بعد أو إن فتحت ملفات الفساد. هذا الشخص كان يلقب ملك إسرائيل، فلديه الاستعداد للحفاظ على هذا اللقب تحت كل الظروف ورغم وتحت كل التضحيات التي يمكن أن تكون في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني، بغض النظر عن سياسة التجويع، عن سياسة القتل. يعتقد أنه كما قالت الأخت سايدة، يعتقد أنه بسياسة التجويع يمكن أن يعني يكسر عصا يد الفلسطينية، وأن يكسر الانتفاضة ويكسر المقاومة.
فواهم هذا الشخص وهو يتخبط كالمجنون كالمذبوح، وحقيقة هو بسياساته بالنتائج التي يحققها عكسيا في قطاع غزة، هو بين قوسين باللغة العربية العامية مخبوط على راسه. فبالتالي هو يستخدم هذه السياسة، يسمح يدعي أنه يسمح بإدخال المساعدات عبر قطاع معبر رفح، ومعبر رفح الكل يدرك يعرف ويدرك أنه نحو 100 شاحنة يوميا تدخل، وفي الفترة الأخيرة أعلن عن السماح بدخول مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، ولكن شريطة أن يتم تفتيشها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالمناسبة لا ولا أي شاحنة تدخل قطاع غزة حتى من معبر رفح إلا وتخضع لموافقة ومراقبة وتفتيش احتلالي إسرائيلي. يتحكمون بنوعيات المساعدات بكميات المساعدات. كل القطاعات في قطاع غزة تؤكد أن القطاع بحاجة إلى 500 إلى 600 شاحنة يوميا من المساعدات، رغم النقص الكبير في المأكولات والمشروبات والدواء في قطاع غزة، إلا أن الأهالي يصرون على الاستمرار في البقاء وعلى الاستمرار في الصمود، يتناولون أي شيء من أجل توفير الحياة لهم في ظل معاناة وفي ظل حصار مطبق وفي ظل قصف عنيف من قبل آلة الاحتلال الإسرائيلي. استمعت إلى أصدقاء من قطاع غزة وصفوا لي الوضع الغذائي على الأقل والدوائي، حقيقة أنه كارثة، كارثة للحقيقة. كافة المواد الغذائية ربما فقدت، وإن وجدت أيضا للأسف هناك ارتفاع كبير بأسعارها، والمساعدات فقط تسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وإلى وكالة الغوث، وكلنا يعلم كيف هي الصعوبات أمام حتى توزيع هذه المواد على المناطق، خاصة في المناطق الشمالية وتلك التي تتعرض لقصف احتلالي. وأيضا لا ننسى أيضا هناك النقص الكبير في الدواء في المستشفيات التي تعاني الكثير، وفيما تبقى من المراكز الصحية التي تعمل بالحد الأدنى في قطاع غزة. أستاذة أسماء، توقفنا عند آخر الاقتحامات كان لمخيم الفارعة، حدث ذلك منذ ساعات قليلة ما أسفر عن استشهاد 4 شباب. هل لديك معلومات كيف استشهد هؤلاء الشباب؟ هل كانوا من المقاومة؟ نعم، يعني متفقين الحديث عن الاشتباك يعني والاقتحام، هذا الاقتحام يعني تزامن معه اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجنود الاحتلال، وقام جنود الاحتلال باقتحام العديد من المنازل، وتم نشر مجموعة من القناصين من جيش الاحتلال على يعني أعلى منازل المخيم، وقام عدد من الشبان بتدمير يعني قبات ناسفة بآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال. بلعت ايضا مواجهات من خلال رمي الحجاره بالاضافه للاشتباكات المسلحه. مجموعه القناصه التي كانت على اسطح المنازل استهدفت الشبان بشكل مباشر، وتم استهدافهم برصاص حي. يعني نتحدث يعني في بعض الاحيان يقوم الاحتلال خلال المواجهات باطلاق قنابل الصوت او قنابل الغاز، لكن في هذا الاقتحام تحديدا كان هناك استهداف مباشر للشبان، وبالتالي نتحدث عن يعني اعدامهم بشكل مباشر، واطلق رصاص الاحتلال اطلق على هؤلاء الشبان. بعض اصاباتهم كانت في الصدر، وهذه الاصابات كانت خطيره بالرصاص الحي. نعم. ادت الى استشهادهم يعني استشهاد 4 واصابه 4 بجراح لا يزال البعض منها خطره، كان نتحدث عن اصابات بالرصاص الحي. كان هناك يعني خوين تم ارتقائهم، عرف عدد من الأربعة انه 2 منهم من المقاومين وكانوا في اشتباك مسلح يعني، وبناء على ذلك ارتقوا هؤلاء الشهداء. بالإضافة إلى ذلك نتحدث أيضا عن كان هناك دراقات عسكرية قامت باقتحام المخيم بالتزامن مع هذا الاقتحام، وقامت أيضا بنشر وتدمير الشوارع. نتحدث عن بنى تحتية تقريبا في معظم المخيمات، يعني هناك تواجد للدراقات العسكرية وتدمير للبنى التحتية بشكل مباشر.
مشاهدينا ضيوفنا الكرام، نتوقف عند الإنفوغراف الذي يظهر لجوء الإعلام الصهيوني بتغذية التطرف تجاه فلسطين والداعمين لغزة بالتزامن مع اتساع رقعة التظاهرات العالمية المنددة بالعدوان الصهيوني. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. دكتورة سائدة، لو فتحنا نافذة الموقف الأمريكي، تبريرات الإدارة الأمريكية عبر مستشارها للأمن القومي باستهدافات المدنيين، حيث تعهد بالضغط على الكيان الصهيوني لتلافي استهداف المدنيين، ولكن من جهة أخرى أن الولايات المتحدة لا تزال تمد الاحتلال بالأسلحة الثقيلة والذخائر المتعددة. كيف يمكن قراءة هذه الازدواجية دكتورة؟ هذا التناقض باختصار في السياسة الأمريكية هو باختصار تجسيد للهيمنة والإمبريالية الغربية التي بنيت عليها الإمبراطورية الأمريكية. هذا الكيل بميزانين، أن تدعي بتصريحاتك أنك تمثل الإنسانية، وباليد الأخرى يعني تعطيهم السلاح وتقول لهم باختصار اقتلوهم برفق. يعني هذه هي المعادلة الأمريكية. هم باختصار هذا التسيد أو هذا الاستعلاء الأمريكي الذي هيمن على العالم ليس من الآن وإنما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، هذه الهيمنة التي ترونها في العالم أجمع باختصار، وهذا التميز باختصار للأبيض على الأسود، لا زالت السياسة الأمريكية موغلة في كل العالم للعلم، ليست في فلسطين فقط. يعني انظر إلى سياساتها من قبل، سواء في العراق أو في أفغانستان، انظر حتى الغرب بمجمل سياسته هو هكذا، هو باختصار ينظرون دائما أنهم هم العرق الذي يستحق الحياة وما دونهم لا يستحقون الحياة. وإسرائيل هي امتداد لهذه الحضارة المزيفة التي أثبتت غزة اليوم يعني انفصام هذه الحضارة التي تدعي القيم من جهة وتمارس خلافها من جهة أخرى. يعني حتى شعوبهم انتفضت عليهم. عن أي قيم تتحدثون؟ عن أي إنسانية تتحدثون؟ ماذا كنتم تضخون لنا؟ ماذا يعني عن أي ثقافة تتحدثون إذا كنتم تمارسون خلفها؟ يعني لا يعني لكم هذا الحجم الكبير من القتل. ماذا تريدون؟ ما هي فاتورة الدم المطلوبة من الفلسطيني أن يدفعها حتى توقفوا هذا القتل؟ لماذا
لماذا حين يؤسر أسير إسرائيلي ينتفض العالم عليه ويأتون بوارجهم أتوا إلى إسرائيل، في حين أن فلسطين الأسرى الفلسطينيين كانوا قبل 7 أكتوبر أكثر من 5000 أسير فلسطيني لم يبالي بهم أحد من العالم. فأنت تتحدث باختصار عن ازدواجية، الازدواجية هذه بدت مفضوحة للعالم، حتى يعني من فوائد العظيمة التي جسدتها 7 أكتوبر أنها شكلت الوعي الجمعي للأمة، لا أتكلم هنا عن الأمة العربية والإسلامية وإنما أتكلم عن الأمة جمعاء، البشر العالمين كلهم الآن باختصار هم يواجهون الحقيقة، الحقيقة التي لم تتمكن البروباغندا الصهيونية من تغطيتها. أنتم تعلمون أنه في بداية الحرب حاولت الماكينة الإعلامية الصهيونية ومن خلفها الغربية تشويه وشيطنة المقاومة وشيطنة غزة وشيطنة الشعب الفلسطيني، وحاولوا باختصار جعلهم وكأنهم دواعش أو يعني باختصار منظمات إرهابية، لكنهم خابوا وخسروا، انقلبت ضدهم كل هذه الدعاية التي دفعوا عليها أموالا باهظة وحاولوا تجنيد الكثير لمحو الحقيقة. فقط استطاع الشعب الفلسطيني بإمكانياته المتواضعة وتضحياته الجمة ومن خلفه كل أحرار العالم أن يضحضوا هذه الرواية الصهيونية وأن يروا العالم كله زيف المنظومة العالمية المدعاة أنها تحمل قيم وتحمل إنسانية، الآن كلها تكسرت أمام عتبة غزة. طيب غزة طيب. الآن تثبت للعالمين أنها باختصار هي القوة الوحيدة القادرة على كشف هذا التزييف، هذا التزييف في الوعي الجمعي لكل الأمة باختصار. طيب. اليوم نعم. كل الحقائق باتت مكشوفة. أستاذ معين، لا نبتعد عن موقف الولايات المتحدة، حيث أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم في تل أبيب، وهذه ربما تكون يعني في سياقات الزيارات، في سياق الزيارات المتبادلة طبيعية جدا، ولكنه أن يحضر اجتماع مجلس الحرب فيه نوع من الغرابة. بالفعل يعني خلينا نعود للوراء قليلا. بلينكن مع بدايات الحرب زار إسرائيل كيهودي، بايدن زارها كصهيوني. هذا أوستن ماذا يريد؟ أعتقد أن الزيارة تأتي في ظل ما تتعرض له آلة الحرب الإسرائيلية والانتكاسات الإسرائيلية في قطاع غزة على يد المقاومة. ولا شك أن الولايات المتحدة لا تعتبر إسرائيل فقط دولة، أكثر من مرة وصفوها بأنها مع يستخدمون مصطلح شركائنا الإسرائيليين، هي القاعدة الوحيدة عسكريا الموجودة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، ولربما لها أهداف كثيرة من وراء سيطرة الولايات المتحدة على العالم، خاصة في ظل عدم يقين الأوروبي بأن أوكرانيا ستحقق انتصارات على روسيا في الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين. فبعتقد هناك يعني جهد أمريكي لإخراج إسرائيل ولو بانتصار ما على غزة من أجل محاولات ترميم صورة إسرائيل والجيش الذي لا يقهر والدولة الديمقراطية في المنطقة. فبالتالي زيارة أوستن إلى دولة الاحتلال واجتماعه مع مجلس الحرب، هذا يأتي في إطار الطلبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي بايدن وانتقاده لحكومة بنيامين نتنياهو، وأيضا في محاولة لإجبار هذه الحكومة، ليس إجبارا بمعنى الكلمة، ولكن من أجل السماح كما تقول الإدارة الأمريكية بفتح المعابر من أجل إدخال المواد الأساسية لسكان قطاع غزة، وأيضا اتباع يعني احترام قوانين الحرب، ولا ندري ما هي قوانين الحرب التي في نفس أمريكا وما تتمناها أمريكا من هذه الحرب. وأعتقد الأمر الأهم جدا أن اجتماع بمجلس الحرب ربما يفكر كثيرا في ما ستؤول إليه التطورات خاصة على جبهة اليمن. نتحدث عن محاولات إسرائيلية ومحاولات أمريكية لإيجاد قوة دولية أو ربما أمريكية إسرائيلية من أجل السماح للسفن المتجهة إلى دولة الاحتلال بالمرور عبر باب المندب وصولاً
لموانئ الاحتلال. يعني اليوم تم استهداف سفينتين، إحداها محملة ببضائع والأخرى بنفط، فبالتالي هناك انخفاض كبير بل انعدام في وصول السفن من البحر الأحمر إلى موانئ الاحتلال، انعدام تام لهذه السفن. فأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستبحث أكثر من موضوع، إما موضوع اليمن وموضوع أساسي هو غزة، بالإضافة إلى أيضا التطورات التي قد تحدث على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان، خاصة أنه الإعلام العبري أعلن اليوم أن خطة غزو بري لجنوب لبنان قد تمت وقد تم إقرارها من قيادة أركان جيش الاحتلال. فأعتقد هذه الزيارة مهمة. نعم. على كافة طيب. دكتورة سائدة، يعني نبقى في اجتماع مجلس الحرب الذي سيحضره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. في هذا السياق الاحتلال أعلن مقتل 4 من عناصره وأصيب 48 بين ضابط وجندي، ليصل عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 132 بين ضابط وجندي. هل هناك تأثير بالنسبة لهذه الأرقام على صانع القرار في مجلس الحرب أو حكومة الحرب كما يقولون؟ هي التي أعلن عنها الصهاينة، وكما يعرف الجميع أنهم يعني حين يعلنون الحد يعني المسموح به حتى لا تتأثر باختصار الحالة النفسية للمجتمع الصهيوني أو للكيان الصهيوني. لكن حقيقة الموضوع أن الأرقام أو القتل الذي حدث في صفوف الضباط والجنود الصهاينة هو أكبر من ذلك بكثير، وهذا ما تعلن عنه المقاومة في من خلال الكلمات المقتضبة لأبو عبيدة في تسجيلاته. وحقيقة يعني هذا يعني ديدن العدو الصهيوني، ومعروف أنهم لا يعلنون كل الأرقام أو كل الخسائر حتى لا تخسر جبهتهم المعنوية. لكن بالعودة إلى العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل، أنا أعتقد أن العلاقة أكبر من أن يعني تهدد من خلال تصريح معين، ووجود هذه الوفود الأمريكية التي حضرت من اليوم الأول إلى مجلس الحرب هو دلالة مباشرة على متانة هذه العلاقة بل وعضوية هذه العلاقة. أمريكا تنظر إلى إسرائيل وإسرائيل تنظر إلى أمريكا ليست بعلاقة استراتيجية بل بعلاقة عضوية. يعني هذه باختصار هم ينظروا، إسرائيل هي امتداد باختصار للحضارة المزيفة كما قلنا، الحضارة الغربية، هذا المشروع الصهيوني الغربي الذي زرع في قلب العالم الإسلامي المتمثل في فلسطين. باختصار هم شعروا أن 7 أكتوبر مثلت تهديدا حقيقيا لهذا المشروع، وبالتالي هم تداعوا للحفاظ على هذا المشروع الذي بدأ للعيان أنه هناك خطر ما سيتحقق، يعني إذا لم يتداعوا ولم يتجهزوا ولم يعدوا عدتهم باختصار للدفاع عن هذا الكيان الشاذ المزروع في المنطقة. لكن دعني هنا أشير إلى أن إسرائيل تحاول حتى، يعني هي لا تحترم حتى حلفائها حقيقة. يعني إسرائيل في المنطقة لا تبالي بصورة أمريكا، لا تبالي بصورة حلفائها الغربيين، حتى لا تبالي بصورة حلفائها العرب للأمان، يعني للحقيقة. يعني هي لا تبالي بأحد، هي تحاول أن تستغل استغلالا قذرا يعني هذا الاندفاع أو هذه الشراكة التي أعلنت عنها أمريكا في حربها ضد غزة أو ضد فلسطين، لتحاول أن توسع كما يقولون توسع رقعة الحرب. وهذه من الكذب، من يعني من الخداع الإعلامي الذي يمارس على سكان هذه المنطقة. أنا باختصار لا نريد باختصار أن كما يقولون لا نريد توسيع رقعة الحرب، أما هم يوسعون كما يشاؤون. هم يعني عندهم حلف كامل للإبادة، لا أحد يقولهم لا، أما عند العرب لا يجوز لأحد أن يتدخل. اليوم هذا التصريح الخطير من مجلس الحرب باحتمال توسيع رقعة الحرب لتمتد إلى الشمال، هذا باختصار يعني
تأكيد على الفكرة التي نتحدث عنها، وهي باختصار أن إسرائيل تشعر أن هذا الحلف أو هذه الشراكة الأمريكية غير مسبوقة لها في التاريخ، وبالتالي هي تحاول أن تستثمر بها إلى آخر نفس، حتى لو أساءت وجه أمريكا ليس فقط عند شعبها وليس فقط في الانتخابات وإنما في كل الغرب. يعني أمريكا هذه المسيطرة وهذه المهيمنة على العالم يتحطم باختصار سمعتها الدولية تتحطم يوما، كلما زاد أمد الحرب كلما تحطمت سمعة أمريكا باختصار عالميا. ولكن إسرائيل لا تبالي بأحد، حتى أشد حلفائها لا تبالي بسمعته، هي ستصل معهم إلى آخر رمق. فهي باختصار تحاول أن تستثمر هذا الدعم لتتخلص من أي احتمالية لأي تهديد مستقبلي. يعني الهدف القادم طبعا المدعاة انه بعد باختصار ما تنتهي من حماس ستنتقل الى الشمال وتنتقل بعدها الى ايران وهكذا. وبالتالي الاهداف الصهيونية الموضوعة على الاجندة الصهيونية منذ زمن، الان مجلس الحرب بحكومته الفاشية يرى ان هذا هو التوقيت المناسب لتخليص اسرائيل من اي تهديد محتمل، لكنهم باختصار هم يعني غير قادرين على الخروج من غزة. كيف بهم الآن يحاولون أن ينطلقوا إلى الشمال، لكن لأنهم يعلمون يقينا أن أمريكا ومعها حلف الإبادة لا يمكن لهم أن يتخلوا عنهم، لأنه باختصار كما قلت لك أن العلاقة ما بين إسرائيل وأمريكا هي علاقة عضوية، وبالتالي لا يمكن لأمريكا إلا أن تحمي هذا الكيان. طيب، خاصة أنه لا يوجد في الإقليم من هو دكتورة. مؤهل. نعم، تأخرنا على أستاذ معين قليلا. أستاذ معين، فيما يخص التفاوض وتبادل الأسرى، القيادي في حركة حماس خليل الحية أكد أن خيار التفاوض لن يكون إلا بوقف إطلاق النار. تعتقد ضمن حدود الممكن هل ستوافق إسرائيل على ذلك؟ يعني الأمور معقدة بالنسبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. هي ما بين كان هدف رئيسي للحرب والعدوان على غزة هو تحرير ما اسمهم بالرهائن، وأيضا اليوم نرى مظاهرات في قلب تل أبيب وأمام مقر وزارة الجيش الإسرائيلي، واليوم تم إغلاق شوارع رئيسية في قلب تل أبيب للمطالبة بعودة الرهائن والأسرى لدى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. فالأمور صعبة جدا، هناك اتصالات وهناك أيضا مطالبات بضرورة الإفراج عن الأسرى لدى حماس والمقاومة في غزة. حاولت دولة الاحتلال من خلال جيشها واستخباراتها المتشعبة والتي تدعي أنها قوية الوصول إلى الأسرى في غزة، لكنها عادت بجثث جديدة وبمزيد من القتل في صفوف الأسرى، علما أن عدد كبير منهم كما أعلنت المقاومة كانوا قتلوا خلال عمليات القصف العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة. الآن أعتقد أن الأمور تتجه حقيقة إلى قطر التي اجتمع رئيس وزرائها مع رئيس الموساد الإسرائيلي وأيضا مع المخابرات الأمريكية في إحدى الدول الأوروبية. هناك من يقول أن هناك تقدم وهناك من يقول أن هناك صعوبات بالغة. بالأمس كانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم الإعلان عن أسرى معينين ضمن صفقة تبادل قادمة. هذا المصطلح ربما يطلق على من كانت تسميهم إسرائيل وترفض إطلاق سراحهم أو البحث في إطلاق سراحهم من الأساس بمن تلطخت أيديهم بدماء إسرائيلية. أعتقد أن هذا الموضوع سيكون ثمنه لدى دولة الاحتلال كبير جدا، وأن المقاومة مصرة كما أعلن الحي بالأمس وكما أعلن أسامة حمدان وكما أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أنه لا تبادل إلا بوقف إطلاق النار. ولكن أعتقد قد تحدث تطورات ما في الساعات أو الأيام القادمة، يعني يمكن أن يشكل ولو هدنة بسيطة مرتبطة لفترة مؤقتة. هذه الحرب ستطول من وجهة نظري وربما ستأخذ أشكال أخرى، فبالتالي ربما قد يتم الإفراج عن أسرى لدى في غزة وعن عدد كبير من النوعيات الخاصة من الأسرى القدامى من الكبار. نعم. كبار نعم. لدى
دولة الاحتلال. دكتورة سائدة، بأقل من دقيقة، إلى أين تتجه الأمور في قطاع غزة؟ بأقل من دقيقة لو تفضلتم. والله هو التصعيد سيد الموقف، حقيقة لا يمكن التنبؤ بسقف زمني لهذه الحرب، قد تتخذ أشكالا مختلفة في الوقت القريب، لكن بالتأكيد أن الأهداف الصهيونية باختصار محقت على صخرة غزة، وبالتالي لا يمكن مهما فعلت إسرائيل من سياسات قمعية تجاه الفلسطينيين من قتل وتجويع، لا يمكن أن تكسر باختصار هذه الصلابة وهذا الثبات الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة. المأمول إن شاء الله، المأمول أن 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 تمام. نعم، شكرا دكتورة، شكرا جزيلا، آسف للمقاطعة ولكن انتهى الوقت. في ختام هذه التغطية نتوجه بالشكر الجزيل إلى الصحفي الفلسطيني معين شديد، كان معنا عبر سكايب من طول كرم، شكرا جزيلا. وكانت معنا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمية وعضوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتورة سائدة أبو البهاء. دكتورة سائدة، شكرا جزيلا لكم. وكانت معنا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.